الفيديو ده انا لحد الان ما نايم، ما قدرت استنى لحد الصباح. انا شفت الاخبار، اخيرا كندا اتحركت في الوضع بتاع السودانيين، او رجعت تتحرك في الوضع بتاع السودانيين، وطلعوا قرار جديد بخصوص الناس السودانيين او الشعب السوداني، وما الناس ما السودانيين بس، حتى الناس الما سودانيين اللي قاعدين في السودان. فالفيديو ده مهم شديد، كل التفاصيل بتاعته مهمة شديد، خليكم معايا لحد اخر الفيديو. خلونا بقى نخش في الخبر زي ما هو مكتوب. أول حاجة خلوني أقرأ لكم القرارات المسرودة واحد واحد. كاتبين أول حاجة السماح للمواطنين السودانيين في كندا بالتقديم لتمديد إقامتهم أو تغيير وضعهم كزائر أو طالب أو عامل مؤقتا مجانا. ده أول قرار طلع من الحكومة الكندية بخصوص السودانيين. تاني حاجة كاتبين الإحفاء من رسوم طلب الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين فروا من السودان مع أفراد أسرهم الكنديين. ثالث حاجة كاتبين إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات الإقامة المؤقتة والدائمة والموجودة بالفعل في نظامنا من الأشخاص الذين لا يزالون في السودان. رابع حاجة التنازل عن شرط حمل جواز السفر أو وثيقة سفر للموافقة على تأشيرة الإقامة الدائمة للقدوم إلى كندا. خامس حاجة التنازل عن رسوم جواز السفر ووثائق السفر للإقامة الدائمة والمواطنين والمقيمين الدائمين في كندا في السودان والراغبين في المغادرة. طيب يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. كاتبين ديسمبر 2023 يوم 28 ديسمبر، تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الصراع الدائر في السودان وعلى سلامة ورفاهية الشعب السوداني، ونواصل دعم الشعب السوداني الذي يسعى جاهدا من أجل السلام وإنهاء العنف في البلاد. دي المقدمة الداخلية بها. أعلن اليوم معالي السيد مارك ميلر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة عن مسار إنساني جديد قائم على الأسرة للمواطنين السودانيين وغير السودانيين الذين قاموا في السودان عند بدء النزاع. طبعا الترجمة مرات بيكون حرفية، أنا قاعد أحاول أقرأ بعربي عشان الكلام كله يكون واضح للناس، بس هجيب حبة حبة أشرح لكم إذا في حاجة كده حسيت إنها محتاجة شرح، حتى يتمكنوا من لم شملهم على أرض الواقع إقامة دائمة مع أسرتهم في كندا. والله الترجمة عبيرة شديدة يا جماعة. طيب بكل بساطة مكتوب إنه كندا يوم 28/12/2023 إنه حاسين بقلق بخصوص الحاجات الحاصلة في السودان، وإنه وزير الهجرة واللاجئين اسمه مارك ميلر قام أعلن عن مسار إنساني جديد قائم على الأسرة والمواطنة للسودانيين وغير السودانيين. يعني القرار ده طالع بخصوص الناس السودانيين الموجودين في السودان، وحتى الناس الغير سودانيين الموجودين في السودان نفسهم من بدأ النزاع في 15 أبريل. يعني الناس القاعدين في السودان من 15 أبريل 2023 لحد يوم الليلة. كاتبين عشان الناس دي يكونوا مؤهلين، لكي يكون المتقدمون مؤهلين يجب أن يكونوا أبناء من أي عمر أو حفيد أو أحد الوالدين أو الجد أو شقيق لمواطن كندي مقيم دائم يعيش في كندا. طيب يا جماعة بالعربي البسيط كده، يعني عشان انت تكون مؤهل عشان تقدم للفيزا دي لازم تكون انت ابن واحد زول في كندا او حفيد زول في كندا او احد الوالدين لزول مقيم في كندا او جد لزول مقيم في كندا، او تكون شقيق اخ يعني بالعربي كده، او اخت يعني سيبلينكس لزول موجود في كندا، والزول ده لازم يكون مقيم دائم في كندا، يعني عنده البي ار او البيرمنت ريزيدنت او الاقامة الدائمة في كندا. وكمان حتكون محتاجين موافقة إلكترونية إنه الزول ده موافق إنه يدعمكم. يعني إذا مثلا هتقدموا أنتوا على البروسيس لازم تجيبوا موافقة إنه والله العظيم يا جماعة إحنا عندنا مثلا أخونا، عندنا أبونا، عندنا ولدنا، عندنا الزول الفلاني على حسب الناس اللي أنتوا عاملين له الليستينج، الزول اللي قاعد في كندا وهو موافق إنه إحنا إذا جينا هيقوم يساعدنا. وكاتبين وتعمل كندا بشكل وثيق مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لدعم التوصل إلى حل سلمي للصراع، كما نقدم أيضا المساعدة الدولية في السودان بما في ذلك المساعدات الإنسانية مثل تمويل المساعدات الغذائية والتغذية الطارئة والمياه النظيفة والصرف الصحي والصحة والخدمات وخدمات الحماية. سنواصل العمل مع شركائنا لدعم الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالعنف وانعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد. بس كاتبين إنه التقديم على الفيزا ديت أو التقديم على الإجراءات ديت الناس ما بتبتدي تقدم، وإنه لسه حينزلوا قرارات بخصوص الموضوع. فالناس فالقرار ده هو نزل، القرار ده واسح عليه مطروح شغالين على الموضوع، لكن ما زول يبدأ يقدم على الحاجة ديت لسه. فخلونا نشوف الموضوع حيرسى على وين، وخليكم متابعين الأخبار بتاع كندا. هخلي لكم الرابط بتاع الخبر، وهخلي لكم الرابط بتاع كل الكلام أنا قلت لكم ده. شوفوا التفاصيل، اتأكدوا منها بنفسكم، اتأكدوا من المتطلبات، وشوفوا إذا الموضوع ده مناسب معاكم. أتمنى التوفيق لكامل الناس،
وخليكم متابعين اول باول عشان في اي وقت ممكن الفيزا دي تفتح. بتمنى لكم التوفيق كلكم ان شاء الله يا رب، واتمنى انه الفيزا دي تكون يعني ما زي اللي كانت قبلها ان شاء الله يا رب، وما تكفي الفايز وقت ما يلوكات والناس كلهم يقدروا يستفيدوا من الموضوع، وان شاء الله يا رب يصلح حال السودان ونرجع سالمين وغانمين لبلدنا، وبالتوفيق لكم كلكم تاني ان شاء الله.